سماكم معكم يوسف غالم. تقدر تكون هذا النهار من الصباح وانت كتقرا وماشي كاباب تستوعب ميم با 30% من داكشي كتراجع فيه، ولا كاع ماشي كاباب كاع تركز ولا تستوعب حتى شي معلومه. المشكل ماشي انك انت ما باغيش تقرا، المشكل هي انك ما كتستعملش فورسيمون لي بون تكنيك والتقنيات الجيده ديال المراجعه وديال المذاكره. كاين الناس اللي تيقراو بزاف وما كيجيبوش مزيان، والعكس بالعكس صحيح حتى هو، الناس تيقراو غير شويه وكيفهموا وكيجيبوا مزيان. فهاد الفيديو ولا سيري دي فيديو اللي غنقدموها لكم، غنقدموا لكم دي تكنيك تسمو سوبر ليرنينغ اللي غادي يمكنكم كاملين تستوعبوا بطريقه اسرع، تطوروا المذاكره تاعكم وتراجعوا وتجيبوا مزيان ان شاء الله. بروميير تكنيك دو بروتيجي ايفيكت. في 2009 قاموا مجموعه من الباحثين بواحد لا ريشيرش لي تبوبليات في جورنال اوف ساينس ادوكيشن اند تكنولوجي اللي ظهرات الفعاليه ديال التعلم عبر الشخص الاخر. شنو كنقصد؟ فاش كديروا افور تشرحوا لصحابكم عندكم دو ميغ شونس تستوعبوا الدروس ديالكم كو الى خدمتوا بوحديتكم. وهادشي اللي قالوا الباحثين حيت ايجون جوستيفي هاد لو فينومين. فاش كتبغي تشرح لصاحبك كتبذل مجهود اكثر، دونك فاش كتبذل مجهود اكثر خاصك انت اصلا تفهم داكشي مزيان قبل ما تشرحو لصاحبك. او فيغ او ميزور كو فات هاد لوبيراسيون هادي المعلومات كترسخو في الدماغ وكديروا واحد لي ليزون ما بين لي ريزو دو نيرون اللي عندكم. دونك دوزيام تكنيك هي تو سامبلومون اختبروا راسكم. بعد ما تكونوا راجعتوا الدرس ديالكم وغيفيزيتو مزيان لي نوصون ديال لو كور، حطوا راسكم في دي كونديسيون ديال ليكزامان. يعني شنو؟ غتمشي للبيرو غتحط ستيلو ورقه امتحان ديالك، ولكن ما تحطش لي الدفتر او بيان لي نوت اللي راجعتي فيهم. علاش؟ باسكو فاش غادي تكون اون فاز دو بريباراسيون فاش كتكون كتجاوب على الاسئله ديال الامتحان، لا سول سورس دانفورماسيون هي الذاكره تاعك. دونك باش تجبد اون نوسيون ولا داكشي اللي شتي في الدرس راه ما تجبدوش من الدفتر، غادي دير واحد المجهود واحد ليفور باش تستحضر ديك الذاكره هذه، وبهذه الطريقه غتراجع مزيان بطريقه فعاله الدروس ديالك. ثروزيام تكنيك، تكنيك دو بومودورو. المهم بومودورو بالطليانيه معناتها هي مطيشه، لكن ما تخافوش ما غاديش نقولها الصوبه اليوم. في نهايه الثمانينات فرانشيسكو سيريو اللي هو واحد طلياني قدم لنا هذا التكنيك. لو برانسيب تاعها هي سامبل، باش كناخذوا اون دوغي ديال 25 مينوت كنخدموا فيها كامله، ومن بعد اون مارك ان طون داغي ديال 5 دقائق، وكنعاودوا هذه العمليه كل مره، تتضح بان كنكبروا الفعاليه والانتاجيه ديالنا بواحد الطريقه كبيره. وجاو دي ريشيرش سانتيفيك اللي تبتوا ان هذا التكنيك دو بومودورو كتكبر حتى هي لا ميموريزاسيون ديالنا. اي دونك شنو هو لو برانسيب؟ سي 5 ايتاب. بروميير ايتاب كنحددوا شنو هي المفهوم ولا النوصيون اللي خصنا نراجعوها. دوزيام ايتاب كنريغلو التليفون ديالنا ولا الكرونومتر ديالنا على 25 مينوت، وابري لو باساج ديال شاك 25 مينوت اون فا بارتير لا ثروزيام ايتاب اللي هي اون بوز ديال 5 مينوت. ومن بعد 4 ديال لي بومودوري، يعني من بعد 4 ديال لي سيكل ديال لي 25 مينوت كون بو ماركي واحد لو طون داري اللي كيدوز ما بين 15 و 20 مينوت باش نحافظوا ديما على الموتيفاسيون ديالنا والرغبه ديالنا في الخدمه. كاتريم تكنيك ديستريبيوتد ليرنينغ اولا سبيس ريبيتيشن اللي كنتو سمعتو بها. معناتها شنو هو؟ فاش كتفرقوا الخدمه تاعكم ساعات مختلفين حسن لكم من تراكموا ساعات العمل في نفس الحيز الزمني. قاموا واحد العلماء ب 254 تجربه كيون بورتي سور 14000 بيرسون، تخيلوا معايا 14000 واحد وديما كان لو ميم ريزولتا. الناس اللي كيفرقوا الخدمه تاعهم طول الاسبوع ولا في نفس النهار بلوزيغ سيونس دو ترافاي كيجيبوا دو ميور ريزولتا كو الناس اللي كيجمعوا ساعات العمل ديالهم في حصه واحده ولا جوج. دونك البرانسيب شنو هو؟ هو فرقوا ساعات العمل ديالكم. باغ اكزومبل الا كان عندكم امتحان في اجتماعيات كيطلب منكم 5 سوايع ديال العمل، كتشدوا ديك 5 اور كضربوها في 60 300 دقيقه، شحال 300 دقيقه؟ هي 12 في 25 يعني 12 مطيشه. غتشدوا 4 ايام في السيمانه، كل نهار غتحطوا فيه 3 مطيشات وتراجعوا بواحد الطريقه فعاله ديك الساعات. الوغ سانكيام اي ديرنيغ تكنيك سميتها ميموري باليس او بيان بالي دو ميموار. كاين ميم اللي كيسمى دو جورني ميثود. بيرسونيلمون هاد التكنيك تعلمتها لي 6 سنين وفرونشمون انا ايباتي، يعني ان غون ادميراتور تاع هاد التكنيك هادي. علاش؟ هاد التكنيك كتمكن الناس يحفظوا النوامر ديال التليفون، كتمكنهم يحفظوا لي كابيتال ديال العالم كامل وجميع انواع ديال المعلومات. كاين ميم واحد خينا في الجابون حافظ 111700 الرقم الاولين ديال البي. تخيلوا معايا l'impossible devient possible grâce au palais de mémoire, le memory palace. وهذا تكنيك لو برينسيپ تاعها il est simple. هذا تكنيك كتخدم لينا لا ميموار سباسيال ديالنا من ان بوين ا ل ان بوين بي. اللي كنا باغي نحفظوا 100 انفورماسيون كنحاولوا نخلقوا دي سين اللي كنستعملوا فيهم وكنوظفوا فيهم هاد لي 100 انفورماسيون وكنحطهم في الشومه ما بين لو بوين ا ولو بوين بي. ما تخافوش هادشي كيبان شويه صعيب من الدقه الاولى، ولكن فريمون اتس ريلي فان، وان شاء الله غادي نشوفوا هادشي كامل في لا بروشين فيديو. إذا عجبتك هذا الفيديو هذه ورك على لايك، تابعونا لاشين، بارطاجيها مع صحابك ورك على الجرس باش توصلوك ديما لي نوتيفيكاسيون. باش تستنى نتلاقاو في لا بروشين فيديو. تشاو.